تأتي مشاركة وزارة الداخلية من خلال عدد من إداراتها في معرض البحرين الدولي للحدائق والمقام حاليا تجسيد واضح لمنهجية الشراكة المجتمعية كفكر وواقع عملي يمثل نمطا ثابتا في عمل إدارات الوزارة في كثير من المجالات. معرض البحرين الدولي للحدائق يأتي هذا العام تحت عنوان سلامة الأغذية وصحة الإنسان كمنصة للخبراء والهواة على حد سواء، وذلك لتطوير خبراتهم في هذا المجال، وهو أيضا مناسبة للمستثمرين المحتملين من جميع المنظمات الزراعية والشركات ذات الصلة للمشاركة وتطوير منتجاتها وخدماتها المحلية والإقليمية في إطار السعي لتدعيم الاستثمار الزراعي. عنوان المعرض كان سلامة الأغذية وصحة الإنسان. طبعا وزارة الداخلية بتشارك في القاعة الثانية، هي القاعة التوعوية. القاعة الأولى تكون حق البيع، والثانية تكون حق التوعوية، واللي هي اللي يكون فيها مؤسسات الدولة الحكومية بتتواجد معانا. طبعا المشاركة هي عبارة عن احنا ابتدينا فيها من ضمن يعني شروط النجاح في الجائزة ان هي تبادر فيها سابقا في التوعية. طبعا هالمرة برزنا الدور التوعية في سلامة الأغذية وصحة الإنسان، ايضا المشاركة ويانا كان نادي ضباط، ابرز فيه الاساليب الصحيحة في التعامل مع الأغذية. هالمرة شيء مميز عندنا في النادي، فيعني أشياء صحية فمقدمين حق النادي حق المعرض، فعندنا أشياء صحية مكونات من المورينجا. أول مرة أنا أشتغل في شيء اسمه مورينجا، استوت فيه بستوك صحي وايد مفيد حق الناس. والمورينجا طبعا هاي الشيء في صحي، في كل الأشياء الصحية فيها، يعني اللي يعرف عن المورينجا يعرف شنو ياكل المورينجا. وعندنا بعد مساوين شوكليت الصحي لأول مرة أبتكرهم بعد حق المعرض، اللي هي عبارة عن شوكليت بالزيتون مساوية وشوكليت بالأفوكادو. وعندنا بعد عصيرنا بعد مميز، عصير صحي بالمكونات العصير مساوينا من الكرفس من البقدونس ومن الأناناس والتفاح، والعصير البرتقال اللي هو البيور ما في لا شكر ولا المي. والعصير الثاني بعد المميز اللي عندي بالشمندر ومع الينزبيل ومع العصير البرتقال، كل هاي صحي ومفيد حق الناس في المعرض موجود هنا عندنا. وزارة الداخلية تشارك في هذا المعرض السنوي المتميز ضمن منهجيتها الثابتة في تعزيز الشراكة المجتمعية، حيث يتضمن جناح وزارة الداخلية تعليم الأطفال بطرق الزراعة من خلال ورش العمل، وكذلك التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة الخضراء، بالإضافة إلى عرض نموذج لمكتب صحي يتوافق مع معايير الصحة البيئية توفره الوزارة في مكاتبها، خاصة وأن وجود النباتات في المكاتب يسهم في رفع إنتاجية الموظفين ويخلق مناخا صحيا سليما وأمنا في العمل. يشارك نادي ضباط الأمن العام من ناحية تأمين سلامة الأغذية التي يقدمها، بداية من انتقاء المنتج الغذائي والتخزين والتصنيع وصولا للمنتج الصحي الذي يقدم بمواصفات آمنة للجميع. احنا سعداء بوجود وزارة الداخلية ويانا السنة، لأنهم تميزوا بمجموعة من المشاركات من ضمنها ركن الطفل، وهذا أفضل طريقة بالإمكان استحداث أو تشجيع الجيل الناشئ في مملكة البحرين أنه يحب الزراعة ويعلمونهم على الإنتاج الذاتي، بالإضافة إلى ركن الغذاء الصحي. وأنا أنصح كل القادمين للمعرض أن يمرونه، لأنهم يقدمون مجموعة من قوائم الغذاء الصحية. أعتبر كذي أحد الزوار اللي مريت على وزارة الداخلية، وعجبني شغلهم ما شاء الله، لأن يعكسون الموضوع العام حق معرض هالسنة واللي هو سلامة الغذاء وصحة الإنسان. عندهم يمكن مركزين أكثر شيء على صحة الإنسان من خلال الغذاء العضوي اللي قاعدين، والأفكار الحلوة اللي قاعدين يضيفون بعض المنتجات العضوية في طعامهم. معظم الخامات المستخدمة في جناح وزارة الداخلية بمعرض البحرين للحدائق 2018 معاد تدويرها من مخازن الوزارة، وتحديدا في إدارة الأشغال، حفاظا على بيئة سليمة خالية من التلوث.